طيب هاي الفحم حطه خليه يحكي هو يرد عليك. صوتك صوتك هاي سيلينا هل ايش؟ انت انت تطلع ويل انت لا تطلع عشان ايه؟ عرضك انت تاخذ بلاش يسجل يا سيلينا سمعاني؟ دكتور اوكي الصوت واضح ها؟ استنى شوي بس يدخلوا زملائك اوكي طيب ماشي يا سيلينا خليني اليوم بس زي ما حكيت بدنا نعطي مثال واحد ونتكلم شوي على التنسيق عشان توزيع العلامات وان شاء الله المحاضرة الجاية بتكلم عن الامتحان اوكي خليني بس اشير اوكي هاي صفحتنا اول شيء بالنسبة في مثال جهزت لكم اياه خليني بس اللي هو مثال بدنا ندخل ننشئ مصفوفة من 10 عناصر ندخل عدد العناصر ندخل قيم العناصر هلا انا شو اللي بدي اياه؟ بدي اياه يرتب لي عناصر المصفوفة يسوي سورت اوكي؟ عملية ترتيب يعني انا بدي اعطيه مع عناصر 10 عناصر ممكن نصغرها نسويها 5 مثلا هي 5 عناصر بدل 10 يعني بس هلا اول شيء بعرف مصفوفة لحظة بداية البرنامج انشأت مصفوفة اسمها ماتريكس من 5 عناصر عرفت متغيرين واحد انتجر نمبر انتجر تيمب اوكي طلبت منك ادخال عدد العناصر اللي بدي ادخلها هلا ممكن انا اسوي مصفوفة من 20 عنصر وبس ادخل له 5 عناصر اوكي بصير يعني قلت له بدي ادخل له 5 عناصر هلا بدي اسوي لوب شايفين هذا اللوب هيو هذا اللوب عشان ادخل عناصر المصفوفه فبدي ببدا تنتبه انه بدنا نمشي بالاندكس الاندكس بيبدا من 0 للقيمه اللي اصغر من ايش نمبر اوكي من 0 ل اصغر من نمبر هيثم خالد هشام اوكي بس يدخل زميلك اوكي هاي سوينا جاي لوب هون هاي اللوب وظيفة هذا اللوب عشان ادخل عناصر مصفوفة باجي بقول له بطبع لي هاي العبارة سي ان اكبر اكبر الماتريكس اسم المصفوفة للاي الاي بده يتغير من 0 لايش اقل من 5 اذا انشأت اول شيء مصفوفة 5 عناصر قلت له كم عنصر بدي اعمل على ادخالهم دخلت عناصر المصفوفه الفكره الرئيسيه بالسؤال
اللي هي كيف بدنا نرتب عناصر المصفوفة. بدي أقوم بترتيب عناصر المصفوفة، عناصر المصفوفة، واضح كيف بدي أعمل على ترتيب عناصر المصفوفة. خليني هون لما أجي أطبع بدي أسوي فراغ بس بين كل عنصر وعنصر بس عشان يجوا على نفس السطر، وخليني كمان أطبع المصفوفة قبل وبعد، يعني أطبع المصفوفة قبل ما أسوي لها ترتيب. أوكي، هاي هون بدي هون هاي ستارت واحد، أوكي وهي ستارت واحد، بدي أطبع المصفوفة قبل وبدي أطبع المصفوفة إيش بعد ما يخلص ترتيبها. أوكي، هاي كنترول V وهي هون باك سلاش إن عشان ينزل إيش سطر بعد ما يخلص. بدي يطبع المصفوفة أول مرة كما هي، بعدين يسوي لي سورت للمصفوفة من الأصل. لاحظ عشان أسوي سورت أنا بحاجة ل 2-4. أوكي، عشان نفهم أكثر شوي خلينا بس أورجيك على الوايت بورد. هاي لو الوايت بورد لنفترض عندي هاي المصفوفة، لاحظ هاي مصفوفة من 5 عناصر، هاي العنصر الأول، هاي العنصر الثاني، هاي العنصر الثالث، هاي العنصر الرابع والخامس. أوكي، هاي اسمها ماتريكس اللي حكيناها، اي ام اختصارها. هذا الاندكس له 0، هذا الاندكس 1، هذا الاندكس 2، هذا الاندكس 3، هاي الاندكس 4، يعني مصفوفة من 5 عناصر بس الاندكس بيبدأ من 0. لنفترض حطيت هون 7، حطيت 2، حطيت 5، حطيت 8، حطيت 4. هلا انا بدي اسوي ترتيب لهي المصفوفة. هلا اول مرة حيطلع لي 7 2 5 8 4، مظبوط؟ دقيقة يا شباب بس. دكتور ابو العيش عندي محاضرة. شو تواصل مع ابو رامي؟ رن على ابو رامي بدي اياك. يلا. هلا النقطة الثانية، هلا كيف بدي ارتب المصفوفة؟ هلا انا عشان ارتب المصفوفة انا بحاجة لتو لوب، عشان انت تتخيل. سامعيني يا شباب؟ خالد سامعني؟ سامعك دكتور. اوكي، الصوت واضح. هلا انا شو اللي بصير؟ بصير باخذ بدي تو لوب، لوب بياخذ اول عنصر لما اخذ قيمة اول عنصر بدي اقارنه مع، لاحظ اللوب الاولاني بمر باخذ اول عنصر وبقارنه مع كل العناصر، برجع مره ثانيه على اللوب الاول باخذ ثاني عنصر بقارنه مع كل العناصر. احنا بحاجه ل تو لوب. عشان نشوف هذا الكلام نرجع على الكود تبعنا. لاحظ انا بحاجه ل تو لوب. اللوب الاول لاحظ بلش من صفر، اللي هو بلش من اول عنصر لاخر عنصر. اللوب الثاني اخذ قيمة الستارت، يعني اخذ قيمة المتغير في اللوب الاول. هلا اول مرة الستارت شو قيمتها؟ 0. طب المرة الثانية شو قيمتها؟ شو من قيمتها؟ ثاني مرة في اللوب الاولاني شو قيمتها؟ 1. فبالتالي المتغير اللي هو ان ناو اول مرة بياخذ قيمة الستارت 0. في اللفة الثانية لما يدخل على الفور هاي شو بيكون قيمته؟ 1، وهكذا. هلا شو الفكرة؟ الفكرة اني بقارن قيمة الستارت، يعني القيمة اللي انا اخذتها مع كل القيم الثانية. اذا قيمة العنصر اكبر من قيمته الثانية، هلا برجيك اياها. اذا قيمته هون اللي هلا انا باخذ اول قيمة اللي هي 7 بقارنها مع مين؟ مع كل القيم الثانية في نفس المصفوفة. هلا اذا 7 اكبر من القيم الثانية، عرفت متغير سمتين، بسوي شيء بنسميه سواب. شو معنى سواب؟ هاي بسموها جاي حرف الزد، يعني بخلي المتغير ياخذ قيمة الماتريكس الستارت وبخلي الماتريكس ستارت ياخذ قيمة الناو وبعدين قيمة الناو. يعني بالعربي بخلي الصغير اول شيء والكبير اول شيء. كيف؟ خلينا نرجع على الرسمة عشان تفهمها اكثر. على الوايت بورد
هلا هاي المصفوفة مش أنا عرفت متغير اسمه تيم، شايفين هاي تيم تي. هلا هاي التيم شو بيصير؟ هلا اللوب أنا في عندي متغيرين، في ستارت الاس أوكي، وفي متغير اسمه إن معاي. هلا الاس أول مرة بدي أخذ قيمة السبعة هايها، هذا اللوب الخارجي. ثاني مرة ده يا شباب براء عندي، عليكم السلام، عندي محاضرة بس بخلص برجع بحكي معاك. يلا أهلي أهلي أهلي. الان لاحظ بدها تاخذ قيمه السبعه، نفس الشيء اول مره، هذا اللوب الداخلي، هذا اللوب خارجي هيو، هذا اللوب الخارجي، هذا اللوب الداخلي تبع الان معي اوكي. اللوب الخارجي اول شيء قيمه الاس الستارت اخذها صفر اللي هي قيمه العنصر الاول في الاندكس سبعه. اللوب الداخلي اخذ السبعه، انا بقارن هل هاي السبعه اكبر من هاي السبعه؟ لا، اذا ما حينفذ السواب. طيب اللوب الداخلي شو بده يسوي؟ بده ياخذ العنصر الثاني، ما هو الان الاندكس اول مره هون صفر والان اندكس هون صفر. هلا اللوب الداخلي بده يزيد واحد، فبده يروح على السور بدل ما يكون سبعه هون بده يروح على العنصر الثاني، انا بحكي عن اللوب الداخلي، صار اثنين. هل السبعه اكبر من اثنين؟ نعم. ارجع على الكود، لاحظ هي بدي ارجع على الكود عشان تقارن. لاحظ الستارت اول مره شو اخذت؟ صفر. الان اخذت قيمه الستارت، شو قيمه الستارت؟ صفر. فالاس والان صفر صفر مزبوط، سبعة سبعة. هلا اللوب الداخلي اول مره هل السبعه اكبر من سبعه؟ لا. اذا رجع على اللوب الداخلي، الان شو بدها تاخذ؟ تزيد واحد. شو بدها تصير الان؟ حتصير واحد، والستارت حتضلها صفر. صفر واحد يعني السبعة والتنين، هل السبعة أكبر من تنين؟ نعم. سوي سواب، كيف بدي سوي سواب؟ طلع على الوايت بورد. هلا شو قال لك؟ قال لك المتغير اللي اسمه تيم خليه ياخذ قيمة الستارت، يعني بده ياخذ السبعة هاي يحطها هون، وقيمة الستارت بده ياخذ قيمة الان اللي هي التنين، يعني التنين هاي بدها تيجي هون، يعني بده يصير هون هاي بدها تروح وبده يصير هون تنين، وبعدين قيمة الان هون حتروح، ما هي خليها ياخذ قيمة الايش؟ المتغير التم، يعني صارت سبعة. اوكي؟ هلا شو اللي سوى؟ أخذ أول قيمة وقارنها مع نفسه، ثاني مرة ايش؟ أول قيمة اللي هي سبعة قارنها معها وبدلها. طيب وبعدين؟ هلا الان بده يشطب هلا التنين، شو بده يصير موقعه؟ بده يروح للاندكس اللي بعديه، بده يصير هون خمسة. مزبوط؟ معي انتو؟ فبده يقارن هل السبعة أكبر من خمسة؟ بضل لما يوصل للنهاية، خلص. هلا شو الفكرة؟ شو الفكرة؟ هو لسه على ستار صفر، هو بقارن، لاحظ الاس صفر شو صارت هلا؟ بعد التعديل شو صارت؟ تنين، بطلت سبعة صارت شو صارت؟ تنين. هلا اللي بعديها بده يقارنها مع الخمسة، بده يقارنها مع التنين، يعني بالعربي أصغر قيمة ونحطها أول إشي، هذا وين؟ في اللوب الداخلي، خلص. بعد ما يخلص ثبت إنه القيمة هاي صارت أصغر قيمة موجودة في أول عنصر. هلا اللوب الخارجي بده يرجع هون ياخذ القيمة اللي هون اللي هي بتيجي رقم واحد، كمان بده يقارنها مع كل القيم، فبده يثبت أصغر واحد هون، وهكذا. واضحة الفكرة؟ هذا الكلام كله بتشوفه هيو بالكودينج، أنا حاولت أشرح لك إياه. لاحظ هاي قيمة الستارت أول مرة صفر، هون أخذ صفر ناو، بعدين بصير واحد اثنين ثلاثة للأربعة، خلص. برجع على اللوب الخارجي، شو بصير الستارت؟ بده يزيد واحد، شو صار؟ واحد. يعني بده يروح على العنصر الثاني في المصفوفة، بده يقارنه مع كل العناصر الأقل منه. أصغر واحد بحطه أول إشي. بعديها اللفة اللي بعديها للفور الخارجية بده تصير إيش؟ رقم اثنين، يعني العنصر الثالث. بده يقارنه مع كل القيم اللي أقل منه، بضل لما يخلص، بكون رتب المصفوفة بعديها طبعها. خلينا نشوف هذا الكلام، هي ننسخه ونطبقه فعليا. ها
أين نسخناه؟ هاي كوبي. بعد ما نسخناه لاحظ، خلينا نروح ننفذه. هاي نرجع الكود تبعنا، برنامجنا اللي كنا نشتغل عليه. اوكي، هاي هون، هاي كنترول في. اوكي، انا بدي اسويه على 5 عناصر عشان تبين ايش نفس اللي حكينا. المثال اللي كنا ماخذينه، لاحظوا اذا كنا نرجع الوايت بورد، اخذنا 7 2 5 8 4، 7 2 5 8 4 هذول العناصر. اوكي، خلينا نرجع على كودنا وخلينا نتفرج مع بعض ليش. اوكي، هاي شيرنا هون، هاي كتبنا البرنامج كامل. خلينا نسوي رن انا وياكم مع بعض. انشأنا مصفوفة من 5 عناصر، خلينا نكبر الكود، مرحلة الكود. هلا بيسأل لي كم عنصر بدي افوت، بدي ادخل 5 عناصر. هلا بقول لي ادخل العناصر، احنا قلنا ادخلنا اول عنصر 7 حكينا بالمثال، بعدين دخلنا العنصر رقم 2، بعدين العنصر رقم 5، بعدين 8، بعدين 4. اوكي، هلا طبع لي المصفوفة قبل ايش ما يرتبها. شو طبع لي؟ 7 2 5 8 4 زي ما انا دخلتهم. طبع لي المصفوفة بعد ما سوى لها سورت، هاي بسموه البابل سورت. اوكي، يرتب لي اياهم 2 4 5 7 8. واضح؟ هذا مثال كمان حبيت اعطيكم اياه اليوم كمان على المصفوفات، كيف عملية ترتيب المصفوفة. في اي استفسار، اي سؤال يا خالد؟ في شيء في الكود مش واضح؟ هاي نرجع اشير لكم الكود المثال مره ثانيه. مش سامعك يا خالد. هاي المثال تمام دكتور، واضح. سيلينا كمان واضح، انا اليوم فيش حدا حاضر غير 2 عندي ما شاء الله. طيب هلا بقيه المحاضره اذا حابين كمان في امثله ثانيه، شيء نقطه مش واضح موضوع، بس خليني قبل ما هاد نرجع على اللي هي المنصة تبعتنا. في المنصة هي صفحتنا الرئيسية الأساسيات البرمجة. أول شيء عشان تكونوا بالصورة، موعد الامتحان النهائي بيكون يوم الأحد 31/1 الساعة 2 ظهرا. أوكي، الساعة 2 ظهرا. أوكي، طيب هلا كل المحاضرات من اول محاضرة اعطيناها يوم 26/10 لمحاضرة يوم الاربعاء حيكون كلهم مسجلات. اوكي، الماتيريال هي زي ما انتم عارفين تكست بوكس، الشبات اللي نزلناها احنا اخذنا شابتر 1 و2 و3 و4 و5 من كتاب دايتل، وهي كتاب دايتل بالاضافة ل في اذا بدك اي كتاب بالعربي، في المانيوال، في مواقع 3W School كمان حكيت لكم عنه، في البروجرامينج اسينشال ان سي بلس بلس، زائد البرامج اللي كتبناها كلها رفعت لكم اياها كامله. هلا المطلوب انك تراجع مادتك تدرسها بشكل جيد، انت عندك 5 شباتر. بالنسبه للامتحان بتكلم عن الامتحان ان شاء الله يوم المحاضره الجاي، يعني يوم الاربعاء بتكلم عن طبيعه الامتحان. هلا كتوزيع علامات، انا ان شاء الله بكره بدي ارفع هون، برفع علاماتك من 50، وانا اوريدي مخلصه ورفعته مع سيستم الجامعه. اوكي، هي حيكون عندك امتحان الاول المد عفوا اللي هو كان 25 علامه، الوظائف 20 علامه، والكويز كان عليه 5 علامات. فحرفع لك هون صفحه بس مكتوب رقمك الجامعي وتجميعك وتفصيل تجميعك اللي هي امتحان اللاد. اذا في اي ملاحظات او اي شيء تواصل معي على الواتساب على الخاص. اوكي، اذا في خطا او شيء، يعني بتعرف الواحد بيرفع علامات شيء ممكن يكون خطا او شيء، فاي استفسار موجود كاملا. اوكي، هلا شو المطلوب منك؟ هلا يوم الامتحان ما حتجينيش على منصه التعليم الالكتروني،
حتروح مباشرة على منصة الاختبارات. منصة الاختبارات هيها قدامك اللي هي الجي يو ال ام اس. بتدخل على مادتك اللي هي اساسيات البرمجة. هلا قبل الامتحان مطلوب من كل واحد فيكم الايام هاي في استبيان على منصة الاختبارات. هاي الرجاء تعبد استبيان تقييم الطلبة الاعضاء الدراسية. انسال الاستبيان اللي عبيته في التعليم الالكتروني، انا بدي الاستبيان اللي موجود في منصة الاختبارات. ضروري تقوم بتعبئته من الايام هاي، يعني مفتوح هلا حاليا وعبوه خلال الفترة هاي. واضح يا خالد وسلينا؟ خالد سلينا سمعيني؟ واضح دكتور. وعبنا الاستبيان. انسى انت عبيته من منصة التعليم الالكتروني، انا بدي من منصة الامتحانات. عبيته من منصة الامتحانات خلص. اذا عبيته من منصة الامتحانات يعني انا بهمني يا سلينا منصة الامتحانات اللي هي الجي يو ال ام اس. مش ببين. انت ادخل عليه دكتور، مش ببين. اذا معبين ببين معبين. انت ادخل عليه في منصة الامتحانات بيبين اذا معبيه ولا لا. اوكي، هاي نقطة ضرورية. هلأ يوم الامتحان، يوم الامتحان مباشرة على منصة الاختبارات بتدخل، هيكون الامتحان، الامتحان عليه 50 علامة الفاينل. هنتكلم طبيعة الاسئلة والشغلات هاي ان شاء الله في المحاضرة القادمة. اوكي، في اي استفسار اي سؤال تحبوا كمان مثال نعطيكم مثال اخر؟ اي عندك في موقع كمان اسمه 3W school. المواضيع اللي احنا غطيناها بشكل عام، لاحظ لمفهوم الاري والفانكشن، يعني هي لاحظ هاي المواضيع، مقدمه السنتكس كيف تكتب، جمله الطباعه، الكومنت، المتغيرات، كيف تدخل قيمه، انواع الداتا تايب، الاوبريشن، السترينج، الماث، البوليان، الكونديشن، الاف ستيتمنت، السويتش، اللوب اشكاله المختلفه اللي هي الوايل والفور والبريك والكونتينيو، الاري اخذناهم، البوينتر اخذناه، والفانكشن كمان اخذناهم. اوكي، كان حابب اعطيكم مفهوم الكلاس والاوبجكت اورينتد، ولكن الموضوع يعني بده وقت فما حتطرق له لانه مش ضايل غير محاضر، يعني جزء من محاضرتي اليوم، والمحاضرة الجاية لازم تكون جاي مراجعة بالإضافة تتكلم عن الامتحان. هاي المواضيع اللي احنا غطيناها وتكلمنا عنها، وبتوقع انك تقدر بكل سهولة تطبق من خلال اللي هو الكومبايلر اللي انت نزلناه وشغلناه. في اي استفسار اي سؤال في المادة في اي موضوع؟ خلينا نشوف سلينا بعتنا. الله يعافيك يا سلينا. أنا بعرف إنه إذا ما في أي إشي التواصل معي بيكون كله إما من خلال على الواتساب مجموعتنا، مش مسويين مجموعة، إذا في أي مشاكل أو أي إشي بدكم إياه ابعتوا لي على الجروب، ما عندي أي مشكلة. خالد في أي سؤال أي إشي مش واضح؟ بتوقع يعني إنه يعني أخذنا محاضرات. الله يسلم إيديك دكتور ويعطيك العافية يا رب. أتوقع إنه يعني بالإضافة تنساش في كمان فيديوهات غير المحاضرات المسجلة اللي أنا أعطيتها، في مواقع موجودة كتير على الإنترنت بما فيهم اليوتيوب يعطي دروس في السي بلس بلس، ونزلت لك مجموعة من المحاضرات الموجودة على الإنترنت سابقا. الامتحان بصراحة مش حابب أتكلم عنه اليوم لأني بدي أتكلم عنه في المحاضرة الجاي بالضبط، وأتوقع امتحان يمكن من أواخر الامتحانات لأنه حيكون ب 31 شهر، يعني معاك لسه أكثر من أسبوعين تدرس الامتحان بشكل جيد والمادة بشكل جيد. في أي استفسار؟ إن شاء الله بكرة هون على منصة التعليم الإلكتروني برفع لك تجميع علاماتك من 50، لأنه كل واحد بده يكون عارف علامته من 50 قبل ما يدخل على الفاينل. أي استفسار أي سؤال؟ أي استفسار يا شباب أي سؤال؟ يا سيد الدكتور. طيب يعطيكم العافية، وإن شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن الامتحان إن شاء الله.